وتبرر في الارهاب. بقى هو نسمع في برشا جماعه واطراف سياسيه تعطل في العمليه السياسيه داخل البرلمان وتعطل في العمليه السياسيه خارج البرلمان بنفس الخطة، وتكسر في كل امكانيات العمل انه نخدمه ونلبيه طلبات الشباب داخل المنظومه الديمقراطيه. هما انفسهم اللي يجيوا يقولوا اليوم، انا ابرئ مهدي طبعا، اللي يجيوا يقولوا اليوم اسمع اللي كسروا البارح يا سيد بكذا ما حشتوش بالديمقراطيه، ما ايش توكلوا في كذا، وما حشتوش بالثوره اللي جات، اي اعطيه اياك انت في البرلمان تعطل في وديه البرلمان وما حبش تخلي يخدم. شكون اللي قاعد يوقف في البرلمان؟ شكون اللي قاعد يمنع في 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 تعديل المشاريع؟ شوف المشيشي ولد الاداره وخطابه البارح بارد وبطيء ولا يملك قدرة على أن يتواصل مع الناس. أما ثم زوز أفكار في الخطاب هذا احنا معاه ولا ضده، ثم زوز خطاب لو كان ثم سياسي عميق. أما هو هما قالوا هالو ما عرفش يوصلها. راو هذاك هو اللي شنو قال صوتكم مسموع، صوتكم مسموع يا شباب راني سمعتكم، يقصد الشباب اللي طبعا عنده طلبات. أما راه ثم دولة، المعادلة هذه نتاع صوتكم مسموع وثم دولة متفقين نقولوها الناس كلهم، مش متفقين نقولوها، متفقين نقولوا ما ثماش انجاز سياسي ولا اجتماعي واقتصادي، متفقين متفقين تجاوبونا شكون يعطل في نحلوا المسار السياسي نتاع 10 سنين. هذه العشريه السوداء التي يتكلم عنها العديدون اليوم اليوم، واللي كانوا يقولوا في من 2014 و2019 ثم اطراف تحب تكسر ال